يسعد اوقاتكم مشاهدينا واطفالنا الصغار اللي عم بيتابعونا بقناه اوغريت عبر برنامج خلينا صغار، وهلا بلشنا حلقتنا معكم واهلا وسهلا فيكم. تعبير ابداعي. حلو. وانا بتدرب جمباز وسباحه كمان. كوكتيل من النشاطات عند لين. شو ايهام؟ كمان عندك نشاطات مثلها؟ كثير. انت عندك رياضه؟ كرة قدم؟ كرته. اوه. يلا هلا بنرجع لنشاطاتك. ايه بنحكي لين، يعني باي ابداع باي شيء واحد لازم يكون عنده محيط يشجعه على هذا الشيء، صح؟ هلا اي حدا عنده موهبه بس ما بيكون عنده مثلا الواحد ليشجعه ليستمر بهذه الموهبه، انت عندك الفصاحه والخطابه وعندك مشاركات وعندك فعاليات وانت ابرزتي بهذه، قد ايه مهم وجود الاب والام بحياتنا لنوصل لاعلى المراتب؟ واكيد كثير مهم، يعني دائما لما بيكون موجودين حدا يكتسبي انه سعاده وإلك الجرأه تعملي اي شيء. كثير حلو، والثقه بيعطونا ثقه بالنفس لا نتقدم باي خطوه نحن بنقدم عليها، صح؟ طبعا. يلا سمعينا مشان نحكم عليكي. على شاطئ البحر، على شاطئ البحر شاهدت نورسا يرنو لامواج البحر، فتخيلت حوارا له مع الموج، فاذ به يقول: ايها النسيم، أما من عودة للمسافر فسوريتي تعاني من أيدي معتدا فاجرا، يا ترى تغيب السفن ويرفع الشراع المغامر، ربي رفقا بأبناء سوريتي، فكم من عدو قاهر يريد بها الشر، كثر الآثمون حولها فويل لكل خائن، أعد قلوب المحبين فوطني بانتظاري كل سنون مسافر. كثير حلو أنه نحن عم بنعبر بالكلمة عن الواقع اللي عم نعيشه، انت اخذتي هذا الشيء من الظروف اللي عم نعيشها، صحيح؟ طيب هيدا اللي فينا نعتبره موضوع تعبيري ولكن بكلمة نثرية، صح؟ هيدا الشيء بده مثلا قوانين، بده متابعة، مين شجعك غير ابوك وامك على هيدا النمط من الالقاء؟ اخواتي دائما يعني بيقولوا لي انه سمعينا وهيك، و انا بنبسط. انت هيدي التعابير انت بتختاريها ولا في حدا عم بيختار لك اياها؟ لا هلا انا بختارها وماما بتشوف لي اياها وبتقول لي يعني اذا في شيء ما حلو او هيك. صحيح. هلا كمان في اللغه لازم تكون حاضره باي موضوع تعبيري، سواء كان موضوع مختلف او الشعر او الكتابات النثريه، يعني اللغه لازم تكون حاضره، صح ولا لا؟ القواعد اللغوية، مين ساعدك بهيدي بهذا المجال؟ خالتي. يعني انت بتقري واكيد بيكون في اخطاء. تمام. مين شجعك باول شيء بهذا الموضوع؟ خالتي. هي خالتي بتكتب وهي مدرسة لغة عربية، فانه دائما كمان بتشوف لي اياهم بتقول لي اخطائي وبتصحح لي اياهم وبتعطيني القواعد مشان نحن نتلافاها بالمواضيع الثانية. كثير حلو. هلا رح نرجع لعندك لين ونسمع شيء من عندك بعد ما ننتقل لعند البطل ايهم. ايهم قلت لي انه عندك مجموعه من النشاطات، مجموعه من المواهب غير العزف على البيانو، تمام؟ نحكي شوي عن هيدي النشاطات. هلا انا كنت بحب الكاراتيه كثير، كمان هي بتفيدني انه للمستقبل. يعني اذا واحد هيك بدك تتقاتل انت وياه، اذا واحد تهجم علي مثلا فيني دافع عن نفسي، وبعدين كمان بتساعدني بالمستقبل، مثلا انه بكره بس ادخل الجيش بتساعدني فيها. كثير حلو. يعني هلا انت مسجل بنادي كاراتيه وعم تتدرب، يعني انت هيدي
الكاراتيه، مين شجعك عليها؟ انت لحالك؟ لا، كمان ساعدني فيه الماما والبابا واخواتي. مشان الدفاع عن النفس، كتير حلو، ناخذ هيك بنية جسدية كتير قوية، إذا واحد تعرض لنا بنعرف كيف نرد عليه. كتير حلو. هلا بما إنه موضوعنا هي العزف على البيانو، خلينا نسمع شيء. ايهم برافو. هلا كمان رح نرجع لعند ايهم، بعدين ننتقل لعند نايا. نايا هلا بما انه نحن هلا في اهتمام بدراسي وبلش الفصل الدراسي، بنحكي شوي عن اكثر ماده انت بتحبيها واكثر ماده انت بتحسي حالك انه عم تبدعي فيها اكثر من كل المواد. اللغه العربيه. اللغه العربيه، لهيك مثلا اي واحد بيكون مثلا بمجال القصه بده يكون عنده خلفيه انه هو قوي باللغه العربيه. كثير حلو. هلا كيف نحكي شوي عن هيدي الموهبة، انه شو رح تستمري فيها انت، بدك تضلي تكتبي ويكون لك اسمك؟ طبعا. محضرة شي تاني نايا؟ يلا بنسمع. انه الحلو بنايا بكل قصة بتكتبها في عبرة من ورا هيدي القصة. يلا. جلستهم في المساء فسمعت احدهم يتكلم في حب وحنان، ويقول هي اعظم النساء، هي من رفع رأسي للسماء، ولمسة جبيني فأحسست بلمستها نبض الحياة، هي من شربت دمعها، شربت دمعها في فرحي فكانت أول الباسمين والباكيين لفرحي، وشربت دمعها بحزني فكانت أول الباكيين لوجعي، شربت أنفاسها وغرقت بحنانها فنظرت له أيتكلم عن أمي. كثير حلو، هيك كلمات رقيقة شفافة بتدخل للقلب، وهي يعني ابسط الكلمات اللي تقال للام، الله يخلي جميع الامهات، واكيد بدنا نتشكر هذه الامهات اللي عم تخلق هيك نماذج حلوه مثلكم اطفال، نحن بنتغنى فيهم وقلنا الفخر فيهم، وكثير حلو انه فعلا الجنه تحت اقدام الامهات، والله يخلي جميع امهات العالم، ويعطيك العافيه نور، يعني كثير حلو كلماتك بسيطه بس معبره، يعطيك العافيه يا نايا. عفوا. هلا رح ننتقل لعند نوره. يلا نوره، شو حابه تسمعينا؟ على بالي. يلا، وانتي بعدك على بالنا والله. هلا نحكي كمان مثل ما سالناها لنايا، انه كيف بتعملي بتضبطي وقتك بالدراسه وبالعزف؟ انه هلا بالدراسه مثلا برجع من المدرسه ما بضيع وقت، انه مثلا بتغدى وبرجع فورا انه على قرايتي، بس خلص بروح بعزف وانه بعدين بعمل شيء. ضابطي وقتك بين الدراسه والعزف؟ تمام. هلا بيناتنا يعني بتتمنى تكون اجت الدراسه؟ بيناتنا يعني ما بتتمنى تكون ضل الصيف؟ شو؟ مشان الكاراتيه ايهام، شو رايك؟ لا ايهام تمام. شو نايا؟ شو رايك؟ بتتمنى يكون هيك يجيني شهرين كمان صيف، شو رايك؟ لين شو؟ لا تجي الدراسه احلى. ها كثير حلو، خلينا لكان نسمع شيء من عندك لين. حلم فتاة للصغار أحلام لا تعد، خارج أسوار القرية طموح لا تحد، أرادت العلم نبراسا فأمها جعلت الأمان قاب قوسين يمد،
طبيبة تواسي وتعالج صغارا يعانون الألم والأوجاع تمتد. فالمواساة والطبابة سلاح يفتح الوعي والألم يرتد. حققت الطموحة وهي الآن تقدم البلسم والعلاج بلا حد. كتير حلو. هلا كمان مواضيعك انت من كتاباتك انت لين؟ ايه. كتير حلو. يعني هلا هون كانه دكتوره صارت او ممرضه وهي عم تبلسم الجراح من خلال هيدا الموضوع التعبيري، ولكن بطريقه نثريه كتير حلوه. كمان بنحكي عن وضع دراستك شو؟ هلا كمان يعني برجع من المدرسه كمان بتغدى، بغسل ايدي وبدرس يعني هلا انه الشغل الشاغل عندكم هلا هي الدراسه. تمام. بالاضافه الى هذه الموهبه، اكيد الموهبه عند كل حدا هي موهبه ربانيه، بس نحن بنثقل هذه الموهبه انه نتعب على حالنا وننميها لنصير شيء رفيع بالمستوى، صح ولا لا؟ بالاضافه الى هذه الموهبه لين، في هيك مثلا العزف على آلة محدده غير مثلا كتابه الموضوعات التعبيريه؟ لا، هلا انا بتدرب جمباز وسباحه و عندك هوايه هيك اسمها آلة او هي؟ لا، برسم انا كمان. كتير حلو. هلا رح نرجع لعند ايهم. ايهم شو حابه تسمي لنا هلا بما انه ايهم حاضر معه وهيك حافظ معزوفات كثيره ونحن بدنا نسلط الضوء عليها بخلال برنامجنا، شو رايك؟ يلا. كتير حلو كتير حلو. ايهم ايهم انت ما صار لك غير شهرين عم تعزف، تمام؟ قد ايه كان بتحب هيدي الآلة؟ كتير. يعني انه يعني انا حاسه انه اناملك عم بطريقه كتير حلوه وكتير سلسه من خلال عزفك على هيدي الآلة، يعني ما في تلبك ما في اي شيء، عم تعزف وانت مرتاح، يعني بتعرف لوين بدك توصل، يعني بوقت شهرين يعني مو كتير صار لك عم تعزف. هلا بدي اسالك سؤال، ايمت انت بتعزف؟ وقت اللي بتكون معصب مثلا فينك انت تعزف وتعطي بطريقه جيده مشان ارتاح و اها يعني بتفرغ طاقاتك انت من خلال العزف اذا كنت مزعوج فينك انك تعزف؟ يعني انت بتعتمد هذا الاسلوب؟ كثير حلو، بتمنى لك التوفيق يا ايهم. شو حابه تصير بالمستقبل ايهم؟ مهندس. كثير حلو، ان شاء الله بشوفك احسن مهندس واحلى مهندس يا ايهم. هلا رح ننتقل لعند نور. نور عفوا نايا. نايا مين بيشجعك على كتاباتك؟ مين بيقول لك مثلا هون عندك خطا لازم انت تتلافيه منشان تكون مثلا بالقصه اللي بعدها انه عندك انت تكون قصه خاليه من الاخطاء سواء كان ب عفوا امك واختك. كثير حلو. نايا حابه تصيري انت دكتوره بالمستقبل؟ دكتوره شو؟ دائما نحن ببرنامج خلينا صغار نحن بنخرج مهندسين ودكاتره ان شاء الله. شو؟ دكتور شو؟ اخصائي اطفال ما؟
كثير حلو، ان شاء الله بشوفك احلى دكتوره يا نايا. هلا رح ننتقل، بما انه هلا ما في صار وقت كثير بالبرنامج، رح ننتقل ونسمع شيء محضره شيء ثاني نور؟ نعم. شو حابه تصيري بالمستقبل يا دكتوره؟ شايفين انه تعقيبا على كلامي انه انا ماني عم اقول اي شيء، يعني بدها تصير دكتوره ان شاء الله. بشوفكم احلى دكاتره وهيك، شوفكم بالمستقبل، وقول له انه هدول كانوا ببرنامج خلينا صغار. يعني اذا رحت انا في معاينه، يعني بتعرفوا انتم خصم او بلا او كذا. تمام. هلا رح ننتقل لعند لين. كمان لين محضره شيء؟ تمام. رحلة إلى النجوم. منذ كنت صغيرة حلمت أن أطير لعالم متسع كبير، يحرر أحلامي الصغيرة من أسر البشر فشرهم مستطيرة، هربا من حروب آثمة. وأصبح العلم سلاحي الخطيرة، لأقبص الطموح مناهلا كثيرة، إنه الفضاء على اتساعه الأثيرة، ركبت مكوكا إلى القمر المنير. كثير حلو، يعني فعلا تعابيرك انت الى ابعادها، الى مثلا من كل موضوع تعبيري انت عم بتقدمي بطريقه نثريه، انه في عن جد الى رساله من خلال هيدي الكتابات، سواء كنت عم تكتبي باول وحده كانت عن الامل، والثانيه عن الدكتوره او الممرضه اللي عم تبلسم الجراحه، وهيدي عن الحلم. يعني نحن فينا نحقق اي شيء بالنهايه، ما في شيء الا ما في يتحقق اذا نوجد عندنا الاراده والتصميم، سواء كان ظروف قاسية أو مرينا بحالات يعني نحن ما فينا منتلافها، بالعكس نحن عنا إرادة قوية، نحن عنا تصميم، نحن مستقبل، يعني فينا بهيدي الإرادة وبهيدا التصميم إنه نحن نتجاوز كل هيدي شو الصعوبات، صح؟ هلأ مشاهدينا رح ننتقل عند زميلتنا بتول شيحة بفقرة أصدقاء أوغاريت، وراجعين. أكيد بدنا نشكر زميلتنا بتول شيحة على هذه الفقرة. بإمكان التواصل معنا على الرابط الموجود بأسفل الشاشة. وهلأ رح نرجع لعند ضيوفي الكرام، هيك الأمامير الحلوين، وناخذ منهم كلمة أخيرة أو معزوفة من عند أيهم. حضر شي أيهم؟ يلا تفضل.
نعم، عنجد أنا كثير معجبة بعزفك، بتمنى لك التوفيق، وعم تختار المقطوعات القريبة للقلوب، يعطيك العافية. أيهم أيهم قديه مهم الموسيقى بحياتنا؟ كثير كثير. إن شاء الله هيك كل أيامك موسيقى يا أيهم، وكلها هيك أنغام مع كلمات تكون هيك طبطب على القلوب، وبشوفك بأعلى المراتب يا أيهم، وإن شاء الله بشوفك أحلى مهندس، بالإضافة لأحلى عازف، لأنه بتوقع لك هيك مستقبل مشرق بالعزف يا أيهم. أهلا وسهلا فيك أيهم ونورتنا، وإن شاء الله يا نور بشوفك، يا نايا عفوا، أنا هيك عم خربط اليوم بين نور ونايا، إن شاء الله بشوف أيامك كلها نور يا نايا ومشرقة، وبتمنى لك هيك مستقبل زاهر، سواء كان بالقصة أو بشهادتك الجامعية، إن شاء الله بشوفك أحلى دكتورة. ونور الجميلة بتمنى أشوفك هيك أحلى دكتورة يا نور، ونورتينا، وعزفك كتير حلو وناعم بيدخل القلوب. ولين الأميرة صاحبة الفستان الأبيض، إن شاء الله بشوفك هيك بأعلى المراتب، بس ما قلتي شو بدك حابة تصير بالمستقبل؟ دكتورة بكلية الصيدلة. ها قلتلكن، قلتلكن كل برنامج خلينا صغار، كل الأطفال عم بيجوا يا مهندسين يا دكاترة، يعني اليوم عندنا ثلاث دكاترة مع مهندس واحد. إن شاء الله يا رب بشوفكم بأعلى المراتب، وهيك بتمنى لكم مستقبل مشرق واعد أكيد أنا هيك حاسة إنه هيدا النماذج اللي عم تجي على برنامج خلينا صغار إلهم هيك مستقبل مشرق، وإن شاء الله يا رب هيك أيامكم كلها مشرقة مثل وجوهكم المشرقة، وإن شاء الله البسمة دائما تكون مرسومة على وجوهكم. وأهلا وسهلا فيكم ونورتونا، وهيك مشاهدينا بتكون حلقتنا لهاليوم خلصت، على أمل يكونوا ضيوفنا نالوا إعجابكم، نلتقيكم بحلقة جديدة من خلينا صغار. باي باي.